نكمل الآيات. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. الله، الملائكة، الملائكة لما ربنا خلقهم كانوا يعبدون الله عز وجل ويقدسونه، فلما خلق آدم ها وضع لهم مهمة أخرى، الاستغفار للمؤمنين. وبالتالي في الملائكة السيارون في الأرض أو السياحون في الأرض اللي بيلتمسوا مجالس الذكر. يعني احنا لو كشف أنا وأنت الآن عن الحجاب الآن لرأينا هذا الاستوديو مليء بالملائكة وتستمع للذكر، ورأيناها وهي يعني فوق بعضها فوق بعضها، وكل المستمعين اللي قاعدين بنية مجلس العلم إلى إلى, إلى 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 السماء الدنيا. ثم بعد ما انتهى الدرس هذا، احنا عاملين درس اهو، درس في الله سبحانه وتعالى، نذكر به ونذكر به انفسنا والاخوه والاخوات. نعم. وبعدين على ما تركتم عبادي يذكرونك ويسبحونك، ماذا يريدون؟ يريدون الجنه. هل راوا جنتي؟ قال يا ربنا ما راوا، فما بالك لو راوا جنتي؟ يكثرون ويكثرون، يعني الاخر من يسعدون يسعدك من النار. هل راوا؟ قالوا له لو راوها لا استغفرك اشهدكم اني قد غفرت لهم. يا سلام، يقول الرحمه، انت عايز رحمه طيبه، انت عايز رحمه اكثر من هذا؟ مش عايز اكثر من هذا. ومجلس علم واحد يكفر 70 مجلس من مجالس السوء. بس مش المشاهد بعد ما يتفرج يروح قلب على القناه الثانيه يشوف مش عارف ايه، يعني سعال قلبك وسعال ربك. لا لا لا, لا, لا مش عايز برضه صوره. قلبه لا يطيب الا بذكر الله، قلبه لا لا لا, لا يستوي الا مع كلام الله عز وجل. اما اللي في قلبه مرض، عليه ثقيل هذا الكلام، يعني صباح مساء قران يا ابني، مش قران ومساء، هو انت عندك وقت يا ابني؟ الواحد عايز وقت بس يتنفس فيه، هو فين الوقت؟ انا مش عارف، انا هو جايب وقت منين؟